انتوا متاكدين ان الراجل اللي كنتوا تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متاكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكله ان السباكه في العماره دي مش كويسه، فانا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. امال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر، بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكابينيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا، انا مش هركب عربيتي تاني، انا هتحرك بالكابينيه بس. طب خدوا بقى شنطه الدجاله اهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتي لي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطه؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. يلا. لا يا حبيبي، انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا وخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايز اخش الحمام. طيب يلا 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 بسرعه. يلا بسرعه يا فخر. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع وانا هدوس. ماشي، تشكرين يا عم سيد يا ابو الاصول. تشكرين. مش قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي وانت بتصرخ صرخه انثى. ماشي، طب انجز، طب عشان ننزل بسرعه. يلا يلا دوس. استنى استنى. طيب يلا هصرخ. صرخ يلا. سيد، سيد انت كويس؟ الحقنا يا فخر، انا بغرق يا ابني. انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام، يبقى هنطلع في حمام. بس مفيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول العلم والجن عشان تخوفنا. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده، اقول له ايه الدنيا. كابتن انسان. آه! عفريت بجد يا فخر؟ عفريت بقرون؟ يا نهار اسود، انت خدت بالك يالا؟ ده خاف مننا. لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده؟ احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص. مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا. يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ اه. انت كداب يالا، ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا، الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده. برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه؟ شنطه الدجال؟ اه. ما هو انا سبت شويه حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ لا لا يا عم بهزر عليك واحد. انا قلت بس اقول لك مفارقه لطيفه كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز. طيب ايه؟ انجز افتح لنا شوف لنا الشنطه دي فيها ايه؟ في كتاب اهو. اه حلو، ده اكيد هيفيدنا في وقت. حطه. ماشي. الحاجه دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي. وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف، ده غالبا عصير فراوله، وده عصير بنطلون جينز. الفرقه دي؟ لا ما هو مفيش فاكهه زرقاء يا فخر. ايوه صح عندك حق. هي الصراحه كانت مفارقه، بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر، احنا مش واقفين في حمام الفور سيزون، احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب؟ يعني اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه.